أهلا بيكم مشاهدينا الأعزاء. جربت مرة كده تبقى مراتك بتتكلم معاك وانت مش واخد بالك من الكلام وفجأة تفوق كده وتقول لها لا سوري مش واخد بالي؟ طب انت جربت مرة تبقى بتتكلمي مع جوزك وتحس انه باصص لك وسامع الكلام بس مش مركز في حاجة خالص، وبعد وقت لما تسأليه في حاجة كنت بتقوليها تلاقيه متوه ومش مركز؟ اللي بيحصل ده ليه سبب طبعا، احنا كلنا جربنا القصة دي، ولما ترجع بذهنك لورا هتلاقي انه السبب ان مخك مشغول بحاجة في الوقت ده. فمثلا لو انت في شغلك في حاجة مشكلة معينة مش عارف تحلها، او حاجة مقابلك كده عاملة لك قفلة شوية، بتلاقي نفسك راجع البيت مش مركز وطول الوقت مشغول بالحاجة دي. احنا كرجالة مثلا لو عندك مشكلة في العربية وفيها ازمة معينة كده او مش عارف تحلها، بتلاقي نفسك طول الوقت مشغول بيها، فحتى لو في حد بيكلمك انت مش موجود، انت مركز في الحاجة دي لازم احلها ولازم اشوف بكرة هعمل ايه في القصة دي وهكذا. فكلنا عارفين الفكرة دي او المعلومة دي، انه الحاجة اللي شغلة بالي وفكري بتأثر جدا على سلوكي وتصرفاتي. فيا اما بكون مركز مع اللي قدامي لو مفيش حاجة معينة شغلة بالي، او لو مشغول بحاجة تاني ببقى مش مركز قوي في الحتة اللي انا فيها. الناس كلها حواليا بتضحك ومبسوطة، بس انا ابتسم كده لمجرد اني بس اقول لهم ان انا فاهم اللي انتوا بتقولوا، بس انا مش مركز لانه في حاجة تاني شغلة بالي. المشكلة الكبيرة إنه الشيطان بيشتغل على الحتة دي كويس جداً في أذهاننا، طول الوقت عايزك مشغول. ليه مشغول؟ علشان ما تفكرش في أمور ربنا. طول الوقت عايزك مشغول بحاجة علشان ما تعملش الحاجة الصح، حتى لو الحاجة الصح دي إنك تهتم ببيتك وبأولادك، وده موضوع مهم. هو مش عايزك تعمل كده، هو مش عايزك تعيش صح أبداً، هو عايزك طول الوقت مشغول بحاجة، متاخد في حتة، مسحوب في مكان معين مش هو المكان اللي المفروض تكون فيه دلوقت. فلو انت دلوقتي قاعد مع اصحابك والمفروض تحكي وتتبسط ومش عايزك مبسوط، لو انت دلوقتي قاعد في بيتك والمفروض تحكي مع اولادك وتفتح الكتاب المقدس وتصلي، طول الوقت ساحب ذهنك في مشغولية معينة ومشاكل معينة وضغوط علشان ما تبقاش فايق ولا قادر تقدم كلمة ربنا لحد. لو انت قررت انك تخش تصلي او تقرأ الكتاب المقدس، تلاقي نفسك طول الوقت بتفكر في حاجات تاني غير انك تقرأ الكتاب، وتلاقي نفسك أول ما تبتدي تصلي تفتكر حاجة معينة كنت نسيها، أو التليفون المفروض تعمله، أو رسالة معينة نسيت تبعتها الصبح. المهم أنه عايز يشغلك ويشغل ذهنك عن أنك تقعد مع ربنا وتستمتع به. اللي شاغل بالك بيأثر جدا في سلوكك وتصرفاتك، ويا بخت المؤمن اللي باله مشغول طول الوقت بربنا وبعلاقته بربنا. يا بخت المؤمن اللي مشغول طول الوقت بكلمة الله، يلهج في كلامه نهارا وليلا. هذا الشخص مكتوب عنه في مزمور 1 يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. طول الوقت تبقى نشيط، طول الوقت تبقى مجتهد، طول الوقت تبقى بتشتغل في خدمة ربنا بقوة غير عادية، لما تبقى طول الوقت مشغول بربنا وبعمله وبحياتك معه. مشاهدي العزيز، أدعوك النهاردة إنك تستمتع بعلاقتك بربنا حتى لو في ضغوط وظروف. قل له ساعدني أبقى مشغول بيك عن ظروفي وعن همومي ومتاعبي، بدل ما بيحصل العكس وابقى مشغول عن اللي بيحصل معايا عنك ومش عارف اقعد معاك ولا استمتع بيك. قل لي ايه شاغل بالك ومخليك مش مطمن، وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن. قولي ايه شاغل بالك ومخليك مش مطمن، وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن. شكلك كده ناسي الهك، ناسي وعوده وكلامه واختبارات الماضي معاه، يلا اطلب منه سلامه. شكلك كده ناسي الهك، ناسي وعوده وكلامه واختبارات الماضي معاه، يلا اطلب منه سلامه. قولي فين فرحة قلبك، ليه واخداك الدوامة، ليه شايل دايما همك، راحت فين الابتسامة. قولي فين فرحة قلبك، ليه واخداك الدوامة، ليه شايل دايما همك، راحت فين الابتسامة. شكلك كده ناسي إلهك، مشغول قوي قوي بظروفك، أو عندك شك في حبه، قوم صلي واهزم خوفك.
شكلك كده ناسي إلهك، مشغول قوي قوي بظروفك أو عندك شك في حبه، قوم صلي واهزم خوفك. وبقالك عالحال ده زمان فين تسبيحك وصلاتك؟ قولي ليه خايف قلقان مش مستمتع بحياتك؟ وبقالك عالحال ده زمان فين تسبيحك وصلاتك؟ شكلك كده ناسي إلهك، ناسي إنه معك في الضيق هيمشيك فوق الأمواج أو يفتح في البحر طريق. شكلك كده ناسي إلهك وناسي إنه معاك في الطيب هيمشيك فوق الأمواج أو يفتح في البحر طريق. قولي ليه مشغول بالناس بتراقب كل تصرف، وبقت على طول كده حساس بقت غريب قوي متكلم. قولي ليه مشغول بالناس بتراقب كل تصرف، وبقت على طول كده حساس بقت غريب قوي متكلف. شكلك كده ناسي إلهك اللي طبع فيك بصماته، خلقك على صورته وشبهه عشان تحيا بنفس حياته. شكلك كده ناسي إلهك اللي طبع فيك بصماته، خلقك على صورته وشبهه عشان تحيا بنفس حياته. قولي ايه شاغل بالك؟ اقولك هتكون مين بعد شوية. دايما مخنا مشغول بحاجة، فلو مش مشغول بربنا هيدور على حاجات تانية ينشغل بيها كتير. فمثلا في واحد مشغول طول الوقت بالمال، اقولك لو انت مشغول بالمال ممكن مع الوقت تنجح جدا في انك تكوم فلوس كتير قوي في حياتك، تنجح جدا بانك توفر مبالغ كبيرة قوي، صح، بس مع الوقت ممكن تخسر نفسك. المسيح قال ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله، ده واحد مشغول طول الوقت بالربح، لو ربح العالم كله وخسر نفسه. يبقى إذا ممكن واحد يهتم بالفلوس ويهتم بالربح وفعلا ينجح في ده جدا، بس النتيجة إنه هيخسر نفسه. لو قلبك وبالك مشغول طول الوقت بنفسك ممكن تنجح بإنك توجد لنفسك مكانة خاصة في وسط الناس، بس للأسف مع الوقت هتلاقي نفسك إنه بتخسر الناس حواليك لأنك طول الوقت مشغول بذاتك، مشغول بنفسك ومش مركز مع حد، وعايز الناس كلها تخدمك أنت وبس، وبالتالي هتلاقي نفسك مع الوقت بتخسر كل اللي حواليك. لو مشغول طول الوقت أنك تنجح في شغلك ممكن توصل لأعلى الأماكن في الشغل، ممكن توصل لقمة الهرم بتاعك في عملك، لكن الحقيقة مع الوقت هتكتشف أنك خسرت حاجات كتيرة تانية في سبيل أنك تحصل على ده. علشان كده مهم قوي إيه اللي شاغل بالك؟ مهم جداً تقف قدام نفسك في هذا الأمر، إيه اللي شاغلني؟ إيه اللي طول الوقت سحبني وراه؟ إيه الحاجة اللي تعتبر أولوية في حياتي؟ عشان الأولوية في حياتك هي اللي هتحدد مصيرك، وهي اللي هينتج عنها نتائج بعد كده قد تكون إيجابية جداً وقد تكون سلبية. علشان كده أقولك النهاردة وأدعوك إنه ياريت يكون شاغل بالك علاقتك بربنا، لأنه العلاقة مع ربنا بتظبط الحياة كلها بما في ذلك الحاجات العملية. يعني لو علاقتي مع ربنا لها الأولوية ربنا هيظبط علاقتي بالناس، ربنا هيظبط علاقتي بنفسي، ربنا هيظبط علاقاتي في الشغل، ربنا هيظبط شغلي. واحد يقول لي دي دروشة وروحانة زيادة، أقول لك لا صدقني. يوسف اتقال عنه أنه ناجح في السجن، واتقال عنه أنه ناجح في بيت فوطيفار، واتقال عن يوسف أنه ناجح جدا لما كان رقم 2 في مصر بعد فرعون، برغم أنه يوسف كان ده مكان شغله طول الوقت، بس كان ناجح فيه جداً بسبب علاقته بربنا. لو حطيت الأولوية في حياتك وخليت بالك مشغول بعلاقتك بربنا هتلاقي كل حاجة تاني في حياتك ناجحه.